السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من مادة الرياضيات، وحصتنا اليوم متعلقة بدعم الدرسين 25 و26، أي درس جمع الأعداد من 0 إلى 99 الجزء الثالث، ودرس الزمان تعرف اليوم الأسبوع والشهر. إذن هذه التمارين موجودة في كتاب الرياضيات صفحة 102. ستقومون بإنجاز التمارين 1، 3، 4، 5، 6، و7. نبدأ بشرح التمرين الأول. أضع وأنجز كما في المثال. لدينا 4 أطفال: علي، مريم، زينب، وأحمد، وكل طفل يحمل بطاقة مكتوب عليها عددا: علي 99، مريم 54، زينب 71، وأحمد 91. لاحظوا معي المثال: 57 + 34 = 91. إذن أحمد يحمل هذا العدد، إذن سنكتب اسمه تحت عملية الجمع. إذن ستنجزون عمليات جمع مكونة من عددين أو 3 أعداد. بعد ذلك ستكتبون اسم الطفل الذي يحمل هذا المجموع تحت العملية. التمرين الثالث. أكمل إنجاز عمليات الجمع التالية بإضافة الأرقام الناقصة. المطلوب منكم يا صغاري أن تبحثوا عن الأرقام الناقصة الموجودة في كل عملية، وذلك من أجل ترسيخ وتثبيت التقنية الاعتيادية للجمع بالاحتفاظ. التمرين الرابع. هل تكفي ورقة بنكية من فئة 50 درهما لشراء السيارة والدراجة النارية؟ ثمن السيارة 29 درهما وثمن الدراجة 19 درهما. إذن لحل هذه المسألة ستقومون بجمع ثمن السيارة والدراجة، بعد ذلك ستقارنونه مع ورقة نقدية من فئة 50 درهما. التمرين الخامس. أحيط الجواب الصحيح. عدد أيام الأسبوع هل هو 5 أو 6 أو 7؟ إذا سبق وتعرفنا على عدد أيام الأسبوع. عدد شهور السنة هل هو 11 أو 12 أو 13؟ كذلك تعرفنا على عدد شهور السنة الميلادية. عدد أيام شهر مارس هل هو 29 أو 30 أو 31؟ تعرفنا على عدد أيام من خلال قبضة اليد. التمرين السادس. أرتب أيام الأسبوع التالية. المطلوب منكم يا صغاري ترتيب أيام الأسبوع وترقيمها من 1 إلى 7. التمرين السابع. أرتب الشهور التالية حسب تسلسلها باستعمال الأعداد من 1 إلى 6. للإجابة على هذا التمرين يجب عليكم أن تحفظوا جيدا شهور السنة الميلادية لكي يسهل عليكم ترقيمها من 1 إلى 6. غدا إن شاء الله سنقوم بتصحيح هذه التمارين. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.